يحل الكثير من الاختناقات المرورية على المسار السريع القادم من محافظة مسقط أو المتجه إليها، ويربط بين محافظتي شمال الباطنة والظاهرة، ويعتبر المدخل الرئيسي لولاية صحار. إنه جسر صحار الجديد الذي انسابت الحركة المرورية على مساريه العلويين بعد الأعمال الإنشائية التي تجاوزت العامين، وتبقت المسارات السفلية والتي هي قيد الإنشاء المتجهة إلى داخل الولاية والآخر باتجاه محافظة الظاهرة. من بعد يعني فتح الجسر صارت انسيابة الحركة، يعني أول من كان الدوار موجود يبالك يعني في الزحمة فترة الصباحية يبالك تقريبا مع نص ساعة ساعة لين تمر من الدوار. الحين الحمد لله سهلت الأمور على الناس. وقد تسبب إخلاء بعض الممتلكات وتعويضات المتضررين في إبطاء الأعمال الإنشائية في المسارات الفرعية السفلى والتي تستكمل الآن. على أرض الواقع تسارعت الحركة على المسارات وقل الزحام نسبيا على الدوار الرئيسي للولاية، خصوصا بساعات الذروة عند بداية الدوام ونهايته. في الفترة الماضية اللي كان فيها الأشغال قائمة كانت شوية عرقلة في المسارات كلها، في جميع المسارات كانت وجميع الاتجاهات كانت تشهد زحام يعني كثير. حاليا الانسيابية قلت طبعا الزحام اللي كان موجود، والانسيابة أكثر من قبل، خاصة باتجاه الولايات اللي جاء ولاية لوا وشناص، وباتجاه طبعا ولاية صحم والخابور. حتى في الجسر الدوار اللي تحت الجسر صار الحين أكثر سهولة وأكثر مرونة. على صعيد آخر، افتتحت مؤخرا جسور العودة بولاية صحم، والتي أسهمت في اختصار المدة الزمنية والمسافة على سالكي الطريق وتقليل الحوادث المرورية لقاطعي المسارين بطرق غير آمنة. مسارات تفتتح هنا وجسر يبدأ العمل به هناك، حركة نمو متسارعة ومواكبة تخطيطية أسرع، هكذا هي شوارع عمان الحديثة. علي بن عبد الله العجمي، من على جسر ولاية صحار.